في سنة 2003 بدأ إعلان تجاري لجهاز فيميكوم ميني يحظى بالاهتمام ربما لأسباب خاطئة. ركزوا في الإعلان وستكتشفون السبب. لاحظ بعض المشاهدين شيئا مخيفا، شيء لا ينبغي أن يكون في الإعلان التجاري. فخلف المغني الياباني المشهور ظهر رأس لامرأة شاحبة وتبدو كالشبح. سرعان ما تسبب هذا الإعلان بالضجة. من كانت؟ هل قام طاقم العمل بالتقاط شبح في هذا الإعلان؟ وكيف تم بثه من دون أن يلاحظه أي أحد؟ فكما ترون أنه أمر مخيف بالفعل، لم يتم تقديم أي تفسير رسمي على الإطلاق بشأن هوية أو ماهية المرأة، لكن مظهرها الشاحب هو ما أرعب الناس. لو افترضنا أن المرأة كانت موظفة وصادف أنها كانت تتجول في موقع التصوير، فلماذا كانت شاحبة وبيضاء إلى هذا الحد؟ إنها شاحبة جدا وتشبه الأشباح التي تظهر في أفلام الرعب. انقسمت الآراء، فالبعض قال بأنها كانت مجرد موظفة وتراجعت للخلف بمجرد ما لاحظت ظهورها أمام الكاميرا، ولكن ما زال الأمر مخيفا ولا يفسر لونها الشبحي. فسر البعض بأن ذلك يعود إلى الإضاءة السيئة وبسبب الجودة الرديئة للتصوير، فالألوان في الإعلان التجاري بأكمله باهت إلى حد ما، لذا ليس من الصعب أن نتخيل أن شخص ما يقف بالخارج في ضوء الشمس الساطع، وقد يبدو غريبا بعض الشيء، ولكن ذلك لا يفسر اختفاءها لثواني ثم ظهورها مجددا. قد تكون امرأة بالفعل، ومن المحتمل إنها كانت في المكان والوقت الغير المناسب. وإذا ركزتم جيدا ستجدون بأن هناك رجل يمشي في الخلف وكان شاحبا أيضا نوعا ما، لأنه كان يمشي تحت ضوء الشمس ولم يتم إخفاؤه في الإعلان أيضا. فمن الممكن أنه قد تم تصوير هذا الإعلان التجاري على جانب الطريق، وأنهم مجرد أشخاص عاديون يمرون بجانب الباص، ومن الممكن أن يكون كلاهما من الموظفين وتم تصوير الإعلان بسرعة كبيرة مع القليل من مراقبة الجودة. ولكن ما زال ذلك لا يفسر لون بشرتها الغريب أو حقيقة اختفائها لثواني ثم ظهورها مجددا. ما رأيكم؟ هل هي مجرد امرأة في المكان والوقت الغير المناسب؟ أم إحدى الموظفات من طاقم العمل؟ أم شبح؟ في عام 2009 بدأ مقطع فيديو ينتشر عبر الإنترنت الياباني. المقطع معروف باسم المرأة ذات الفستان الأسود، ومدة المقطع 30 ثانية فقط. تم التقاطه عن طريق الهاتف. في المقطع ظهرت فيها امرأة شابة تصور شقتها الجديدة، وبينما كانت تصور شاهدوا ماذا حدث. هل رأيتم ما حدث؟ بينما كانت الفتاة تصور المنزل، ظهرت أمامها امرأة طويلة ترتدي فستانا أسود. الفيديو مأخوذ من هاتف في سنة 2009، وبالتالي فإن الجودة رديئة، ولكن من الواضح جدا أن هناك امرأة ترتدي فستانا أسود واقفة في نهاية الممر. صرخت الفتاة خايفة وتراجعت، ثم ضحكت بتوتر، وعندما عادت لتصور نفس المكان لم يكن هناك أي أحد.
بعض الأشخاص قاموا بربط هذا المقطع بمقطع آخر أكثر شهرة، والذي ظهر في سنة 2007 بعنوان المرأة المخيفة. فقد كان أحد الأشخاص يقوم بتصوير الغرفة بطريقة عشوائية، ثم فجأة ظهرت أمامه امرأة واقفة تنظر إليه. كما رأيتم فهناك تشابه كبير بين المقطعين، فهل تم تصوير شبح حقيقي أم إن كلا المقطعين مفبرك؟ هل رأيتم هذا المقطع من قبل؟ فهو مشهور جدا على الإنترنت. أظهر هذا المقطع ضجة في اليابان بعد بثه. تم تصوير هذا المقطع في منزل أحد الممثلين الكوميديين. فكما ترون فهناك امرأة تختبئ خلف الثلاجة. تم بث هذه الحلقة في 2017، وكما أن المقطع لفت انتباه وسائل الإعلام التايوانية، وقامت بنشر هذا المقطع على حسابها في تويتر مع أكثر من مليون متابع. كتبت في مدونتها: هل حقا لديها شبح في منزلها؟ الوجه خلف الثلاجة يبدو كالشبح، ولكن لم تكن هناك أي ردة فعل من الممثلين أو المصورين، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان الموجودين في موقع التصوير لم يتمكنوا من رؤيتها. إذا ركزتم في الوجه سترون بأنه شاحب جدا، شعر أسود قصير وعيون سوداء كبيرة. هل كانت أحد أفراد العائلة أو مجرد موظف من طاقم العمل؟ صرحت الممثلة صاحبة المنزل بأن هناك بابا خلف الثلاجة، ويبدو أن أحد الموظفين كان في الوقت والمكان الغير المناسب، وبسبب لونه الشاحب وشعره الطويل ظن الناس بأنه شبح. قضى بعض الأشخاص عدة أيام لمحاولة تفسير ما حدث، ولكن لم يكن هناك أي تفسير منطقي ليومنا هذا. سواء كان شبحا أم لا، فمن الواضح جدا بأن هناك شخصا ما خلف الثلاجة، وقد تم تصويره في الفيلم ولم يكن من المفترض أن يكون هناك. يبدأ هذا الفيديو في مكان يدعى إما، وهو لوح خشبي للنذر، وغالبا ما تجده معلق عند الأضرحة وعلى الأشجار والجدران. يكتب الناس رغباتهم على هذه الألواح الصغيرة ثم يعلقونها في مناطق خاصة، حيث يعتقد اليابانيين بأن كاميساما الإله أو حارس الأرض سوف يستقبلهم وسيتم تحقيق رغباتهم. يوجد في اليابانية ثلاثة أنواع من حروف الكتابة، وهي الهيروغانا، الكاتيكانا، والكانجي. ويتم استخدام الكاتيكانا في كتابة الكلمات المستعارة من اللغات الأجنبية. في هذه الإما بالذات مكتوب عليه اسم شخص يدعى ماساهيكو، ثم بجانبه مكتوب شينه. المعنى الأكثر وضوحا لهذه الكلمة هو موت، ولكنها مكتوبة بالكاتيكانا وليس بالكانجي، وهذا ما جعل الأمر أكثر إثارة للقلق بالنسبة للكثير من الناس، لأن قام شخص ما بتعليق هذا الإما على أمل أن يموت الشخص الذي يدعى ماساهيكو. ولكن ليس هذا الشيء المخيف الوحيد في هذا المقطع، شاهدوا ماذا حدث.
بينما كان المصور يقوم بالتركيز والتقرب من ألواح الأمة، فجأة ظهر وجه لطفل صغير وكان ينظر مباشرة نحو الكاميرا. أنزل المصور يده خائفا وصور الأرض لبضع ثواني، وعندما رفع يده وبدأ بالتصوير مجددا اختفى الطفل. تم مشاهدة هذا المقطع مرارا وتكرارا وانتشر على الإنترنت سريعا، كما تم عرضه على التلفزيون الياباني. والمثير للاهتمام هو موقع وجود الأمة، فهي تحيط بشجرة مقدسة في شكل سداسي مغلق تماماً، على الرغم من أنه من الممكن تقنياً الوصول إلى الجانب الآخر من هذه الألواح، إلا أنه سيكون من الصعب جداً القيام بذلك خاصة أثناء النهار. حاول العديد من الأشخاص ولكن كان من الصعب الوصول إلى الجزء الداخلي، وذلك بسبب شكله السداسي، فقد دارت مناقشات كثيرة حول هذا الأمر. قال البعض ربما الشخص الذي ظهر في الخلف لم يكن شخصا حقيقيا بل مجرد صورة، ولكن لو ركزتم في الشكل فسترون أن العين تتحرك وحتى الشعر، كما أن لون بشرة الطفل شاحب جدا وغير طبيعي. ما رأيكم؟ هل هي مجرد صورة كما قال البعض؟ أو طفل شقي قام بتسلق السور الكبير ودخل إلى الجانب الآخر؟ أو شبح طفل يسكن في هذا المكان؟ في سنة 2021 كتب أحد الأشخاص على موقع ياباني: أليس هذا شبحاً في هذا الفيديو؟ تم نشر مقطع فيديو وهو مقطع سياحي لمدينة ساكاي في اليابان. أعتقد البعض منكم لاحظ ما يحدث هنا. إذا ركزتم على الشخص الذي يرتدي الأحمر ستجدون بأن هناك شخص ما واقف خلفه. هل كان حقاً شبح؟ أولاً دعونا نتحدث عن المقطع، فقد تم تحميل هذا المقطع في سنة 2013 بواسطة سكاي سيتي على قناتهم الرسمية. مدة الفيديو 7 دقائق ويسلط الضوء على مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. الصورة التي يظهر فيه الشبح تم أخذه من هذا المكان، وهي سلسلة من المنحدرات المواجهة لبحر اليابان. هذه المنطقة معروفة بمنطقة أشباح سيئة السمعة، حيث انتحر العديد من الأشخاص هنا على مر السنين. وكما قيل أنه تم التقاط العديد من صور الأشباح في هذا المكان. يعتبر هذا المكان من أشهر الأماكن المسكونة في اليابان. الكثير من الوسطاء الروحانيين يرفضون الاقتراب من هذه المنطقة بسبب مدى خطورته. إذا نظرنا إلى اللقطات من هذه الزاوية فبإمكاننا رؤية الحذاء خلف الرجل الواقف، ولكن لو رأينا الصورة من زاوية أخرى فبإمكاننا رؤية بقية الجسد أيضا، ولكن أين الرأس؟ يبدو أن السبب في ذلك هو انحناء الشخص، لذلك لم نتمكن من رؤيته. ولكن لماذا يبدو وكأنه يختبئ؟ علق أحد الأشخاص تحت المقطع بأن الشبح يرتدي ساعة، فربما لم يكن شبحاً بل مجرد شخص خجول لا يرغب بالتقاط صورته. ظهرت الكثير من النظريات، ولكن لماذا؟ لماذا يختبئ هذا الشخص خلف الرجل وفي فيديو رسمي للعلاقات العامة الحكومية؟ إذا قارنا بين هذه الصورتين سنجد أن الرجل الذي يرتدي الأحمر واقف في أقصى اليسار، والجميع من في الصورة يرتدي قميصاً بأكمام طويلة. الشخص الوحيد الذي يرتدي قميصاً بأكمام قصيرة هو الشخص الذي يقف خلف الرجل. فإذا كان أحد الزوار، لماذا لا نستطيع أن نجده في الصورة التي على اليمين؟ ليومنا هذا لا يزال الأمر لغزاً، فليس هناك أي تفسير منطقي، مما أدى ذلك إلى ظهور بعض الصور لأشخاص يحاولون تخيل كيف كان يقف الرجل. قال البعض ربما يكون هذا ابن الشخص الذي يرتدي القميص الأحمر والذي أجبر على الحضور، وعند التقاط الصورة اختبأ خلف والده،
ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر أيضا. ماذا يكون هذا الشيء؟ هل هو إنسان أو شبح؟ في سنة 2011 تم نشر مقطع فيديو مثير للاهتمام على قناة يابانية بعنوان وجه المرأة الغامض في البث المباشر. المقطع كان موجوداً على اليوتيوب ولكن للأسف تم حذفه. البث المباشر كان لبرنامج رياضي وقد تم عرضه من 2002 إلى 2020 وتضمن الأخبار والمقابلات مع اللاعبين. في أحد الحلقات ظهر الفريق الوطني لكرة القدم للسيدات. خلال هذا البث حدث شيء غريب عندما كان يتم طرح الأسئلة على الأعضاء من قبل الضيوف. سأل أحد الأشخاص مارياما: أنت ترقصين دائما على فرقة AKB، فهل يمكنك الرقص أثناء ارتداء أحد ملابسهم؟ نظرا لكونها رياضية جيدة ارتدت الزي ثم عادت بخجل إلى المسرح الرئيسي. بينما كانت تمشي فجأة لاحظ المشاهدون شيئا غريبا في الزاوية اليمنى بالأسفل. هل رأيتم ذلك؟ ظهر وجه شاحب لامرأة. بالطبع انقسمت الآراء حول ما إذا كانت شبحا حقيقيا أم مجرد موظفة من طاقم العمل. وما جعل الأمر أكثر رعباً هو ظهورها في البث المباشر. كالعادة ما يثير الغرابة دائماً هو اللون الأبيض الشبحي. كيف يمكننا تفسير ذلك؟ فقبل ظهور الوجه ظهر ذراع لأحد الموظفين وكان لونه طبيعياً. فإذا كان هذا وجه أحد الموظفات فلماذا لونها شاحب جداً؟ ما رأيكم؟ هل كانت موظفة من طاقم العمل أو شبح؟